في لقائين مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الدنمارك، الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق هدنة في غزة. تواصل العدوان على قطاع غزة لليوم 39 بعد 300 على التوالي، وعدد الضحايا يرتفع إلى نحو 136 ألف شهيد ومصاب. مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على وسط سوريا. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل والوفد المرافق له. كما استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والوفد رفيع المستوى المرافق له، الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وقد تم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة. وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع، مشددا في هذا الصدد على المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا وقد حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار بالمنطقة، مؤكدا اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتشاور المتواصل مع مصر ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة. كما أشاد السيد الرئيس في هذا الصدد بمواقف السيد جوزيف بوريل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزير خارجية الدنمارك نقل للسيد الرئيس تحيات جلالة ملكة الدنمارك والسيدة رئيسة الوزراء، وهو ما بادله السيد الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك الذي يشهد تقدما ملموسا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
حيث ثمن السيد الرئيس في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري، بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين. وقد تناول اللقاء كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث حرص وزير الخارجية الدنماركي على الاستماع إلى رؤية وتقييم السيد الرئيس للأوضاع الراهنة بالمنطقة. وقد أشار السيد الرئيس في هذا الشأن إلى الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها. وفي ذات الوقت شدد السيد الرئيس على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما اتفق معه الجانب الدنماركي. كما تم التوافق على أهمية الدور الإنساني الذي تطلع به الأونروا، والذي يجب دعمه وحمايته مما يتعرض له من عراقيل. وقد تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصة الأوضاع في السودان، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة دعم السودان الشقيق، مستعرضا في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به، ومشددا على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، بالإضافة إلى تكثيف الدعم الإغاثي في ضوء تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب السوداني الشقيق. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن، والذي يقوم حاليا بزيارة إلى مصر. ناقش الجانبان العلاقات المصرية الدنماركية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تأتي المباحثات لتعزيز وتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد الراهن في المنطقة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين ضيف في مصر، لافتا إلى أنه سيتم الحديث مع الأصدقاء في أوروبا حول تعزيز قنوات الدعم لتحمل هذا العبء. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، أكد وزير الخارجية أنه تم الحديث حول الأوضاع في قطاع غزة وتوقف العمل بمعبر رفح نتيجة سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. تحدثنا عن الأزمة في قطاع غزة، تحدثنا عن الكارثة الإنسانية هناك، تحدثنا عن العدوان المستمر بعد أكثر من 10 أشهر وسط صمت دولي مريب، تحدثنا أيضا عن أنه لا حل في هذه المنطقة بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، تحدثنا عن الأولوية لإقامة الدولة، وهذا هو الموقف المصري، لابد من الدفع المستمر في اتجاه قضية الاعتراف وإنشاء الدولة الفلسطينية. المعالي الوزير سيقوم غدا بزيارة إلى مدينة العريش، وستتفقد المراكز اللوجستية الموجودة هناك لتجميع المساعدات الدولية والمصرية، وسيرى بنفسه للأسف الشديد الخلل القائم في تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمعبر والوجود العسكري للمعبر، مما أدى إلى توقف هذا المعبر تماما عن العمل من الجانب الفلسطيني، وهذا يحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع. أضاف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، أضاف أنه تم التحدث حول الوضع الكارثي في السودان وأهمية وقف إطلاق النار
بشكل فوري. كما أكد وزير الخارجية تأثر مصر وأوروبا وخصوصا شركة ميرسك الدنماركية بالأوضاع المضطربة في منطقة البحر الأحمر. تحدثنا أيضا عن عدد من القضايا الإقليمية، الوضع في السودان، الوضع الكارثي في السودان، وللأسف الشديد لم يعد هناك الاهتمام الدولي الكافي بما يحدث في السودان وأهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري ونفاذ المساعدات والأعباء الهائلة التي تحملها مصر نتيجة لاندلاع هذه الأزمة. حدثنا عن الوضع في منطقة البحر الأحمر وتأثر الدنمارك خاصة شركة ميرسك الكبرى وتأثر الاتحاد الأوروبي وتأثر مصر أيضا. كما استقبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، وخلال هذا اللقاء ثمن عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد في كافة محاوره الاستراتيجية بما في ذلك محور الهجرة. خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أكد عبد العاطي أن مصر تواجه أزمات متلاحقة في محيطها الإقليمي، كما شدد وزير الخارجية على أن مصر لديها استراتيجية واضحة وتواجه كافة مسارات الهجرة غير الشرعية. نحن نوازن بين اعتبارين أساسيين، الاعتبار الأول هو بالتأكيد أن يعني نخفف عن أشقائنا وشقيقتنا من الدول المجاورة في ضوء هروبهم من أزمات شديدة الصعوبة وشديدة القسوة، وأيضا تنفيذ التزاماتنا الدولية. مصر دولة مسؤولة ودولة تحترم مسؤوليتها طبقا لكل التعهدات الدولية التي هي طرف فيها، فهذا من ناحية. لكن من الناحية الأخرى على مصر أن تفرض احترام القانون داخلها بالتأكيد، وأن تحمي أمنها القومي. وبالتأكيد نحن نواجه بكل قوة كل قنوات الهجرة غير الشرعية. من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسن أن الاتحاد الأوروبي يعمل على وضع منهج شامل للهجرة داخل الاتحاد، وأضافت جوهانسن أن مصر لعبت دورا كبيرا في استقبال اللاجئين. أود أن أبدأ بالاعتراف بأن هناك دورا لعبته مصر على مدى السنوات القادمة، حيث كانت تستقبل اللاجئين وتوفر لهم إقامة طيبة. وبالطبع إن هناك عددا كبيرا من السودانيين وصلوا إلى مصر بما يمثل تحديا كبيرا بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجهونها. أعتقد أن هناك مكاسب عديدة تتحقق من خلال تعاوننا في مجال الهجرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على وضع حلول مستدامة لمشكلة ترعة الإسماعيلية وفروعها، وذلك بما يسهم في انتظام منظومة الري، مع تأكيد على ضرورة التعامل مع المخالفات والسحب الجائر للمياه منها. واستعرض رئيس الوزراء موقف المنظومة المائية في ترعة الإسماعيلية التي تمت الإشارة إلى أنها تتغذى مباشرة من نهر النيل وتخدم زماما زراعيا كبيرا في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية، كما أنها تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظات القليوبية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء وعدد من المدن الجديدة.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مقر جامعة بادية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وعدد من المسؤولين وقيادات التعليم العالي ورجال الأعمال. تضم جامعة بادية 7 كليات علمية ونظرية تستوعب 12,500 طالب وطالبة، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعة اعتبارا من السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر الجاري. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن مشروع بادية يعد من أحد المشروعات التي تتبع فيها الدولة المصرية نهجا جديدا بالشراكة مع القطاع الخاص. أضاف مدبولي خلال كلمته في حفل افتتاح جامعة بادية بمدينة السادس من أكتوبر وفي أكتوبر الجديدة، أضاف أن الدولة حريصة عن خلال هذا التوجه على تعظيم الشراكة والاستفادة من أصول الدولة وتحقيق التعاون بين الدولة والمستثمرين لتحقيق نتائج مثمرة وبناءة للطرفين. مشروع بادية واحد من المشروعات اللي الدولة المصرية في إطار النهج الجديد في الشراكة مع القطاع الخاص انتهجتها وبدأت تجني ثمار هذه المشروعات. يعني الحقيقة أنا بتذكر على مدار الفترة السابقة أنا كنت حريص أن أنا أكون متواجد في افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص زي مشروع سان كابيتال هنا في اللي كانت شركة عربية، في كان مشروع ماونتن فيو آي سيتي في القاهرة الجديدة، مشروع بادية النهاردة في مدينة أكتوبر الجديدة، منذ فترة بسيطة كنت موجود في إطلاق مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي مع مجموعة طلعت مصطفى. فالحقيقة الدولة المصرية الحقيقة حريصة جدا من خلال هذا التوجه على تعظيم عملية الشراكة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. الدولة بتدخل بالأرض والمستثمرين والقطاع الخاص بيقوموا بعملية التنمية، والحمد لله بتبقى النتيجة مثمرة وبناءة للطرفين. هذا وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مضاعفة عدد الجامعات في مصر خلال 10 سنوات كدليل على حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي. وأضاف مدبولي أن الدولة تشجع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة بالشراكة مع مؤسسات عالمية، وذلك بهدف تحويل مصر لمركز تعليمي إقليمي. إحنا يمكن في 2014 كان عدد الجامعات كلها اللي موجودة في مصر 50 أو حاجة و50 جامعة، 51 52 جامعة. احنا النهاردة تقريبا 100 جامعة. في خلال 10 سنوات اضفنا تقريبا نفس العدد اللي كان موجود منذ بداية انشاء الجامعات في مصر، وده دليل على مدى حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي. وكانت رؤيتنا إن طبعاً بخلاف الجامعات الحكومية اللي ليها بعد مهم جداً إن يكون عندنا تشجيع للجامعات الأهلية، ودي أنشأنا فيها عدد كبير جداً من الجامعات الأهلية بقت موجودة، الجامعات التكنولوجية، وأتذكر ودي برضو بالشراكة مع القطاع الخاص، وكنت سعيد جداً وأنا موجود في افتتاح جامعة السويدي منذ فترة ليست بالبعيدة. وبعد كده كان تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة وإنها تكون بالشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة، زي المثل اللي احنا شايفينه النهاردة في جامعة بادية واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة تكساس الطبية. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور إن الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي شهدت تقدما كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة. أضاف عاشور أنه بافتتاح جامعة بادية الخاصة أصبح في مصر نحو 35 جامعة خاصة تضم 242 كلية بها 395 برنامجا تعليميا، حصل عدد منها على الاعتماد المحلي والدولي، مما يعكس جودة التعليم في مسار التعليم الخاص في منظومة التعليم العالي في مصر. احنا النهاردة وصلنا بافتتاح هذه الجامعة لإجمالي عدد 35 جامعة خاصة، عدد كليات وصل ل 242 كلية بتقدم 395 برنامج. كان عدد الجامعات في سنة 14
23 جامعة علشان بس نقدر نقيس الفرق بين 23 جامعة في 2014 دلوقتي 35 جامعة، وكان كلياتها أياميها 132 كلية وعدد برامجها 175 برنامج. دلوقتي بنتكلم في هذه المنظومة للتعليم الخاص في 80 كلية وجامعة خاصة حصلت بالفعل على الاعتماد البرامجي والمؤسسي. وبرضو عايز أقول إن في منهم جامعات أخذت اعتماد دولي من الـ QAA والـ EBIT. فبس علشان نعرف الـ Quality of Education اللي بتتقدم في مسار التعليم الخاص في منظومة التعليم العالي المصري. هذا وتستعد جامعة بادية لاستقبال طلاب الدفعة الأولى بها مع بداية العام الجديد المقرر انطلاقه في سبتمبر الجاري، وذلك في 5 كليات. وتستوعب الجامعة نحو 12500 طالب وطالبة، كما توفر الجامعة كل الفرص الممكنة للطلاب لتكون بوابة لهم نحو المستقبل. على مساحة تصل إلى 160 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر، تم إنشاء جامعة بادية وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية، والتي تضم 5 كليات علمية ونظرية وتستوعب أكثر من 10,000 طالب وطالبة. تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة وإنها تكون بشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة زي المثل اللي احنا شايفينه النهاردة في جامعة بادية واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة تكساس الطبية. هو ده الهدف اللي احنا عايزينه، ان يكون مصر تتحول الى مركز اقليمي للتعليم بكافة مستوياته، ونرجع تاني دايما المقولة اللي كانت بتقول ان كانت مصر في السابق هي المقصد لكل طلاب المنطقة المحيطة ان هم عشان يجوا يتعلموا ويجوا هنا في مصر. الدولة كان بقى لها فترة من يمكن 2014 ابتدت تعمل نظام هو نظام المشاركة في السوق العقاري، ودي حاجة كانت نتيجتها هائلة اللي هي اللي احنا شايفاها النهاردة دي بادية، ما كناش ممكن نعملها بدون الدولة. الدولة استثمرت كتير جدا في بنية تحتية، ولازم البنية التحتية دي عقوبها استثمارات متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص بالذات في نشاط التعليم. تستهدف جامعة بادية توفير مستوى تعليمي رفيع يتسم بطابع عالمي من خلال شراكة استراتيجية مع جامعة تكساس الطبية، بهدف تقديم برامج تبادل الخبرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي. المنح الدراسية احنا بالفعل قدمنا منح دراسية الوقت وصلت حوالي 20 منحة لغاية دلوقتي، احنا لسه أول سنة. أما عن التدريب فإحنا جزء أساسي زي ما قلت برضو في اتفاقتنا مع جامعة تكساس أنهم هيقوموا عندنا بالتدريب الصيفي للطلاب كلهم، يعني الدفعة كاملة، بس احنا مش بنهدف دفعات كبيرة، دفعات صغيرة حتى تستطيع جامعة تكساس استيعابهم في مستشفياتها وجامعاتها المختلفة. جامعة بادية احنا 7 كليات، احنا بنبتدي ب5 كليات، مرحلة أولى كلية طب، كلية علاج طبيعي، كلية طب أسنان، كلية الإدارة والعلوم الاقتصاد التطبيقي، وكلية نظم المعلومات والبرمجة ومعاملة البيانات. يأتي إنشاء الجامعة في إطار الاهتمام بالاستثمار في المنشآت التعليمية كأحد الأسس الرئيسية لبناء مستقبل مشرق للمجتمع، وذلك من خلال دعم التعليم لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل للشباب، بما يعزز من قدرات الأفراد ويمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. الله أكبر. مجد غالي ولا غالي، صدمة ولا صدمة، قصفوهم أين ما درينا عنهم إلا هم أيهم مقطعين شقف يا خير.
استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى العودة. كما قصفت منزلا لعائلة أخرى في شارع الدعوة شمال مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 40,988 شهيدا و 94,825 مصابة. هذا وأكدت السلطات الصحية أنه لا يزال العشرات من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف انتشالهم أو حتى الوصول إليهم جراء استهداف الاحتلال المستمر للطواقم الطبية ومحاصرة حركتهم. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش أن هناك خطط منظمة اعتبارا من ديسمبر القادم لتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية إلى غزة. واعتبر وزير المالية الإسرائيلي أن سيطرة إسرائيل على المساعدات الإنسانية هي تعد مفتاح النجاح المدني في غزة، على حد قوله، مؤكدا أنه لا تقدم نحو تدمير حماس مدنيا بسبب رفض الجيش لتحمل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية للقطاع. مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، لا تزال المدارس في قطاع غزة مغلقة في ظل استمرار الحرب. هذا ومن المقرر أن يعود الطلاب الفلسطينيون للمدارس التي تحولت إلى أنقاض هذا الأسبوع في ظل تضرر أكثر من 90% من مباني المدارس في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، والتي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقد تسبب العدوان الإسرائيلي في حرمان أكثر من 630,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ 7 أكتوبر العام الماضي، يضاف إليهم أكثر من 58,000 يفترض بهم أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد، فضلا عن 39,000 ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة في هذا العام حسب بيان للوزارة. أدان المجلس الوطني الفلسطيني تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتفكيك السلطة الوطنية في حالة توجهها إلى الأمم المتحدة. وقال رئيس المجلس روحي فتوح، قال إن تهديدات كاتس تفتقر إلى الدبلوماسية وتعكس شخصيته العنصرية التي لا تعرف إلا لغة التهديد والقتل، مؤكدا أن السلطة الوطنية ممثلة بالرئيس محمود عباس هي سلطة الدولة الفلسطينية. أردوغان مع الأخ أبو مازن ومع منظمة التحرير. وأيضا أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تقديره للمواقف الدنماركية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ثقته في أنها ستواصل دورها الداعم للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، خاصة في ضوء فوز كوبنهاجن بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعامين القادمين. خلال لقائه مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن، طالب أبو الغيط الدنمارك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمهد الطريق لتجسيد حل الدولتين. من جانبه أكد وزير الخارجية الدنماركي دعم بلاده الكامل للقضايا والشواغل العربية المختلفة، كما أعرب عن حرص بلاده على تطوير العلاقات بالدول العربية في المجالات شتى. قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، قال إن مصر بذلت جهودا ضخمة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يريد الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع هذا الوضع
وأن يصل إلى الأشخاص في الداخل وأن يوصل المصابين للمستشفيات وأن تصل المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها. ولكن علينا أن نواصل المطالبة بوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى ووقف القصف ووقف إطلاق النار. وهذه قضية ومهمة للاتحاد الأوروبي وللوزراء من زملائي وما يفعله الوزراء الأجانب. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، لافتا إلى أن بلاده تعمل مع جميع الأطراف من أجل منع نشوبها. وفي كلمة خلال جلسة الحوار الاستراتيجي روسيا مجلس تعاون دول الخليج العربية، قال لافروف إن عجز المجتمع الدولي عن وقف القتال في قطاع غزة والموت الجماعي لسكانه أدى إلى تدهور حاد في الوضع العسكري السياسي في جميع أنحاء المنطقة من حدود لبنان وإسرائيل إلى البحر الأحمر. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابة 4 أشخاص جراء غارة شنها للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة حنين في قضاء بنت جبيل، كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. هذا وتعرضت البلدة كفر كلا لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف الهوى. أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا عن مقتل 18 شخصا وإصابة 43 آخرين في استهداف نقاط عدة بريف حماه وسط سوريا. وأوضحت سانا أن نحو 15 غارة إسرائيلية حتى الآن على المنطقة الوسطى، مشيرة إلى أن حريقا كبيرا نشب في منطقة حير عباس بريف حماه جراء العدوان الإسرائيلي. أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين اثنين لا يزالان يخضعان للتحقيق في إسرائيل على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين. كانت الوزارة قد أكدت أنه تم الإفراج عن جميع السائقين الذين تم التحقيق معهم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع تفاصيل القضية، وأن التحقيقات الأولية أفادت بأن الحادثة كانت عملا فرديا. وقد تم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن حتى إشعار آخر. ما زالت أخبار نشرة السادسة تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. ترامب وهاريس يتواجهان غدا في أول مناظرة تلفزيونية بينهما، واستطلاعات الرأي تقلص الفارق بين المرشحين. يتواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس غدا الثلاثاء للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين. وأظهرت سلسلة استطلاعات جديدة لآراء الناخبين أن الفارق بين المرشحين ضئيل، بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة في 5 نوفمبر المقبل. في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين، يتواجه دونالد ترامب المرشح الجمهوري وكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية الثلاثاء للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين. وستكون هذه المناظرة الأولى لهاريس والثانية لترامب الذي خاض مناظرته الأولى في 27 يونيو الماضي ضد المرشح في حينه الرئيس جو بايدن الذي قدم أداءً كارثياً
كارثيا، وكانت تلك المناظرة أحد الأسباب التي دفعت ببايدن إلى الانسحاب من السباق وترشيح نائبته مكانه. سلسلة استطلاعات جديدة لآراء الناخبين أظهرت أن الفارق بين المرشحين ترامب وهاريس ضئيل، بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة. وبحسب هذه الاستطلاعات فإن الملياردير الجمهوري الذي يقدم نفسه مخلصا للأمريكيين المحرومين وضحايا التضخم يمكن أن يعود إلى البيت الأبيض، على الرغم من مشاكله القضائية الراهنة والفوضى التي أحاطت بمغادرته الرئاسة في 2021. كذلك فإن هاريس التي أعطت زخما كبيرا للمعسكر الديمقراطي بعد دخولها المتأخر إلى السباق الرئاسي مع حل الرئيس جو بايدن يمكنها وفق هذه الاستطلاعات أن تفوز بالانتخابات. لعل الأمر الوحيد المؤكد حتى اليوم في السباق الانتخابي هو أن المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين في فيلادلفيا منتظرة بفارغ الصبر لدى ملايين الأمريكيين الذين سيراقبون النقاش عن كثب بالمناظرة التي قد تشكل عاملا حاسما في هذا الشوط الأخير من السباق إلى البيت الأبيض. احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى 76 لتأسيس الجمهورية على يد الرئيس كيم إل سونغ، وزار كبار المسؤولين في كوريا الشمالية ضريح الزعيمين السابقين الراحلين كيم جونغ إل وجده الكبير كيم إل سونغ. بعرض للألعاب النارية وحفل رقص جماعي، احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى 76 لتأسيس الجمهورية على يد الرئيس كيم إيل سونغ الذي خاض نضالا واسعا لاستقلال كوريا ضد اليابان. وزار كبار المسؤولين في كوريا الشمالية ضريح الزعيمين السابقين الراحلين. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن رئيس الوزراء كيم دوك هون وغيره من كبار المسؤولين زاروا قصر الشمس كومسوسان، حيث يرقد جثمان والد الزعيم الحالي كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ بعد تحنيطهما. وقد تأسست كوريا الشمالية في 9 سبتمبر 1948 بقيادة المؤسس كيم إيل سونغ، وظلت تحتفل بهذا التاريخ باعتباره يوم التأسيس الوطني. وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كوريا الشمالية أقامت تجمعا خارجيا وحفلا مسائيا في بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى السنوية. وقالت الوكالة إن الفعاليات جمعت المبدعين في مجال العمل والأشخاص الجديرين بالتقدير من مختلف المجالات من جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى الكوادر المخضرمة. وكان من بين الحضور أيضا مندوبون زائرون من جمعية للكوريين المقيمين في اليابان. وعادة ما تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا في مناسبات الذكرى السنوية 50 أو 20. وفي العام الماضي نظمت كوريا الشمالية عرضا شبه عسكري بمشاركة قواتها الاحتياطية للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس البلاد. تتواصل فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي والذي يقام بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان إعلام رياضي محترف. يعقد المنتدى بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية. بجلسة حملت عنوان إعلام رياضي خال من التعصب انطلقت فعاليات منتدى الإعلام الرياضي في يومه الثاني والأخير، حيث أكد المشاركون على ضرورة نبذ التعصب الكروي والاتجاه نحو تشجيع المنتج المميز دون تحيز. الأصل في الموضوع هو المنتج، ده الأصل، المنتج اللي بيتقدم سواء كرة قدم أو رياضة بشكل عام. المنتج ده لو انصلح حاله وتحسن بنسبة كبيرة جدا هينصلح معاه كل شيء. الجلسة التي شهدت مشاركة من المتخصصين والأكاديميين في المجال الرياضي شددوا على ضرورة التزام مقدمي البرامج الرياضية بالمهنية والابتعاد عن المصطلحات الكروية التي تثير الجماهير وعدم التمييز لفرقة دون غيرها. في الفترة الأخيرة مسلط الضوء على كرة القدم دون الألعاب الأخرى، دي ناحية تعصب لعبة عن لعبة. في تعصب آخر بأهلي وزمالك وده معروف، وفي تعصب ثالث أهلي وزمالك مع أندية أخرى، الأندية الجماهيرية سواء إسماعيلية أو المصري أو الاتحاد أو الأندية الشعبية الأخرى. بنحاول بقدر الإمكان نلم المواضيع دي كلها ونشوف إيه أبرز النقاط الاختلاف فيها وإزاي نقدر نعالجها. في الأول وفي الآخر أنا بقدم رسالة إعلامية، فلازم بيكون في احترام وفي أسلوب لتقديم الرسالة الإعلامية نفسها في كل المجالات مش بس في الإعلام الرياضي. المنتدى ناقش التحديات والصعوبات الذي يواجهها الإعلام الرياضي المصري والأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات وورش عمل تفاعلية.
المزيد من المتابعة معي مباشرة الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري حول ما دار وما يستجد في جلسات هذا الملتقى الخاص ب يعني النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي، والذي نحن جميعا في احتياج إلى توصيات وإلى يعني ما يسفر عنه هذا المنتدى. محمد الخطيب أهلا بك، وما الذي دار أو الجديد لديك اليوم في جلسات هذه النسخة الأولى؟ يعني شكرا جزيلا مصطفى. بالفعل مشاهدينا الكرام، لازلنا نتابع معكم فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى الإعلام الرياضي والذي أقيم على مدار يومين. بالفعل مصطفى كما ذكرت، توصيات عديدة خرج بها المنتدى في اليوم الثاني والأخير. نتحدث عن العديد من التوصيات، منها أولا الالتزام بالمعايير الإعلامية لجميع مقدمي البرامج الرياضية، ثانيا الابتعاد عن العنف ونبذ العنف في الرياضة المصرية، أيضا ثالثا هو التحلي بالروح الرياضية في خاصة لعشاق الكرة المصرية. لدينا العديد أيضا من التوصيات التي خرج بها المؤتمر في جلسته الأخيرة والتي انتهت منذ قليل، وحملت عنوان الأخلاقيات في الإعلام الرياضي. نتحدث أيضا على مسؤوليات سواء كان لمقدمي البرامج الرياضية وعلى الجمهور المشاركون في هذا المنتدى، وبالتحديد في الجلسة الختامية أكدوا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وعدم التحيز لأي من الفرق الرياضية، وأيضا عدم التمييز لهذه الفرق التي يعني تلعب في الدوري المصري وغيرها من الملاعب المصرية. أيضا تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات الرياضة المصرية. هذا فيما يخص يعني الإعلامي المصري أو الإعلام الذي يقدم المحتوى الرياضي. الجزء الآخر يتحمله أيضا المشاهد أو الجماهير المصرية. يجب أن يكون هناك تمييز، ويجب أن يكون هناك عدم انسياق لبعض الشائعات والأخبار المفبركة والأخبار التي تأتي من مصادر مجهولة إلا الرجوع إلى المصادر الرسمية. هذه يعني الأخبار أو هذا النوع من الأخبار يعني يستهدف إثارة البلبلة وإثارة نوع من الجدل، وهو ما يسمى بركوب الترند، وهو ما حذر منه الخبراء الرياضيين والإعلاميين في الجلسة الأخيرة لمنتدى الإعلام الرياضي. كل هذه الضوابط وكل هذه المعايير تستهدف في النهاية إلى ضبط الأداء الإعلامي الرياضي في مصر، ليكون الإعلام الرياضي المصري هو إعلام هادف يحترم عقلية المشاهد ويحترم عقلية يعني الجماهير المصرية، دون التمييز ودون التحيز ودون يعني الانسياق وراء الشائعات أو حتى الأخبار الكاذبة والأخبار المفبركة. إذن نحن يعني أمام منتدى إعلامي كبير. بالفعل على مدار اليومين خرج يعني بتوصيات عديدة كما ذكرنا منها منذ قليل. كان هناك يعني حوالي أربع جلسات رئيسية وست ورش عمل، تم التطرق إلى جميع التحديات التي تواجه الإعلام المصري، من سواء كانوا لمقدمي المحتوى الإعلامي الرياضي من على طريق التلفزيون أو حتى على طريق السوشيال ميديا. وأيضا تم التوجيه يعني الدعوة وتم التوجيه النصائح أو الروشتة الصحية للجماهير المصرية لكي لا تنساق إلى الأخبار الكاذبة والأخبار المفبركة، والنظر وأيضا التمييز في المحتوى الذي يقدم دون يعني الانسياق وراء الشائعات. يمكن على مدار اليومين كانت هذه هي التحديات، وكانت هذه التوصيات التي خرج بها منتدى الإعلام المصري، والذي نجح في تقديم روشتة إعلامية رياضية يعني كبيرة للجماهير المصرية. هذا المنتدى بالتأكيد والذي يأتي بتنظيم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي حققت نجاحا كبيرا من خلال تنظيم هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط. نعم محمد الخطيب، ناقش المؤتمر والقائمين على نجاح هذا المؤتمر هذا ميثاق الشرف للإعلام الرياضي والأخلاقيات في العمل الرياضي، ناقشوا كل هذه القضايا، فيكفي فخرا أن هذا ناقوس يدق المسؤولين هذا الناقوس من أجل البناء على ما يعني تم في الأيام القليلة الماضية وعلى مدار اليومين. على كل الأحوال شكرا جزيلا لك زميلي
مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب، شكرا جزيلا لك. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد 72 للفلاح. أكد مدبولي أن هذه المناسبة تأتي تخليدا لجهد الفلاح المصري الدؤوب عبر سنوات والعقود، وعرفانا بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن برنامج عمل الحكومة يكرس اهتماما خاصا بهدف الأمن الغذائي. هنأ وزير الموارد المائية والري هاني سويلم جموع الفلاحين المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، وأكد أن هذا الاحتفال يأتي تكريما للفلاح المصري على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين. قال وزير الري إن هذا الاحتفال يأتي وقد أوشك موسم أقصى الاحتياجات المائية على الانتهاء، حيث بذلت أجهزة الوزارة جهودا كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أي أزمات، وضمان الوفاء باحتياجات كل مستخدم للمياه. تحتفل مصر اليوم بالعيد 72 للفلاح المصري الذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة 23 من يوليو. يعد عيد الفلاح اعترافا بجهد المزارعين المتعاضم في الاقتصاد الوطني وبدورهم في توفير المستلزمات اليومية الغذائية. شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطورا كبيرا وملحوظا من حوالي 4 ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من 7.5 مليون طن حاليا. أشارت وزارة الزراعة إلى أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها، مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر. منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي قيادة البلاد ويضع على عاتقه تنفيذ مشروعات عملاقة قادرة على دفع الاقتصاد المصري للأمام، مشاريع كثيرة في عديد من القطاعات ومن بينها الزراعة، حيث وضعتها القيادة السياسية على الطريق الصحيح، ما أحدث نهضة زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية عبر التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة وتنفيذ العديد من التجمعات الزراعية وغيرها من المشاريع في هذا الشأن. اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ساهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري، كما تمكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد. فالأرقام لا تكذب، حيث أعلنت الحكومة على لسان المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت من حوالي 4 ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من 7.5 مليون طن حاليا. الوزارة أشارت كذلك إلى أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها، مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر. وزارة الزراعة أوضحت كذلك أن بيانات الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد هذا التحسن، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في فتح أسواق جديدة حول العالم، حيث وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى حوالي 165 دولة. استقبل محافظ الدقهلية طارق مرزوق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق في إطار زيارته لحضور احتفال المحافظة بالذكرى 72 لعيد الفلاح وتفقد وافتتاح عدد من الأنشطة الزراعية في المحافظة والجمعيات الزراعية. وجه المحافظ الشكر والتقدير لوزير الزراعة لإصراره على مشاركة فلاحي ومزارعي الدقهلية بعيد الفلاح نظرا لمكانة هذه المحافظة التاريخية ولتميزها في مختلف الأنشطة الأنشطة الزراعية. قام وزير الداخلية محمود توفيق بتوديع نظيره السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمطار القاهرة الدولي.
حيث أعرب وزير الداخلية السعودي عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأثنى على ما شاهده من قدرات وإمكانات للتقنية بقطاعات الوزارة التدريبية المختلفة، وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية على ما لمسه من حفاوة الاستقبال. أكد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل العصومي أن تعزيز واحترام حقوق الإنسان بات محورا أساسيا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني في مفهومه الشامل. وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، أكد العصومي على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارات الداخلية في الدول العربية لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان. لا شك في أن تعزيز واحترام حقوق الإنسان بات محورا أساسيا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني في مفهومه الشامل، الذي لم يعد يقتصر فقط على مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، وإنما يهدف أيضا إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وهي مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق وزارات الداخلية في الدول العربية، وذلك من خلال استراتيجيات عملها التي يجب أن تظل مستجيبة لمعايير حقوق الإنسان ومنسجمة مع القواعد والمواثيق الدولية ذات الصلة. ولعل هذا ما جسده وجود إدارات متكاملة معنية بحقوق الإنسان داخل وزارات الداخلية في الدول العربية. عقد خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعا مع تشانغ تاو القائم بعمل السفير الصيني والوفد المرافق له. تناول اللقاء بحث مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث. وأكد عبد الغفار أهمية تسريع وتيرة العمل لإنشاء المعمل لتوفير بيئة مناسبة للبحوث والتشخيص وتطوير تدابير مكافحة مسببات الجوائح والأمراض الخطيرة. والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا. أخبار الاقتصاد تستعرضها لنا سارة نجم. شكرا مصطفى، شكرا نهى. مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو من العام الحالي بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار للشهر الخامس على التوالي، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من عام 2023، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات التحويلات العاملين بالخارج. كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار. وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق. استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سلسلة اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين العراقيين خلال زيارته للعاصمة بغداد بلقاء وزير النقل العراقي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات الشركات المتخصصة في مشروعات البنية التحتية. خلال الاجتماع أكد الوزير أن مصر لديها تجربة رائدة في مجالات البنية التحتية، حيث حققت نهضة كبيرة في كافة القطاعات كالطرق والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها.
التقى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وفدا من شركة ويذر فود العالمية. تناول اللقاء سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالميا في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز. من جانبه أكد بدوي أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولي ورفع معدلاته. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط إن تخارج الشركة الحكومية من شركة تمويل لتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يمثل تطبيقا عمليا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية وتنفيذا لوثيقة سياسية ملكية الدولة. جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويل للتمويل متناهي الصغر المملوكة لشركتي NI Capital وأيادي التابعتين لبنك الاستثمار القومي والبريد للاستثمار إلى تحالف دولي مع المستثمرين من المستثمرين. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة والآن عودة من جديد إلى نهى ومصطفى إليكم. شكرا جزيلا لك سارة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية أخبار السادسة من على شاشة التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. في لقاءين مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية الدنمارك الرئيس السيسي يشدد على ضرورة تغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق هدنة في غزة. تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 39 بعد 133 على التوالي وعدد الضحايا يرتفع إلى نحو 136,000 شهيد ومصاب. مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية وسط سوريا. نهاية نشرتنا. شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.